ديما بياعة التقت مع أفراد أسرتها وأبدت سعادتها بهذا اللقاء مع والدتها وأخيها وأختها وزوجها وابنيها ورد وفهد اللذين أصبحا شابين. طبعا انا صلي زمان ما صورت لكم، بس اليوم في جمعه عائله، فقلت ما بصير دمدوم، ما بصير تحرمي ولا تصوري. بعرف انه انتم بتحبوا جمعات العائله. اليوم الست رفيقتنا كثير كثير كثير، الست رغد عزمتنا ولمت العائله. صلي زمان ما شفت رمرومه اجت من بيروت هلا مصوره، طيوفه اجت من الشام، فرغوده هي اللي لمتنا. هلا حصور لحظه. اي والله مين طبعا مهوشه ومهوشه رغودي. هاي رغد، هاي الشيخة هي اللي عملت الجمعة الحلوة. طبعا مع مين؟ ست مها، ست الوالدة. لا هاي الملكة، الملكة رغد، هاي الملكة. لا الملكة هاي طيوفة مدموج بالحكي. طيف هلو اوكي ابو حميد رمروم، رمروم حد على السلامة. والله اي والله كيف انبسطتي ببيروت؟ كثير والحمد لله على السلامة. طبعا بتون، هاي يا عمري، يا عمري انت ملمين له. هاي هاو ار يو جود هاوس فود يا عمري. هاي فهودة ورودة يا عمري، صحة وهنا صحة. عذرا على المقاطعة، سنعود خلال ثوان. إعلانكم، هل تريدونه أن يصل إلى الملايين؟ يمكنكم الآن ولأول مرة وضع إعلانكم داخل الفيديو عبر منصة كوليس، ما يسمح لكم بتحقيق أرباح طائلة. هل تريدون لاسم منتجكم أن يصبح رائجاً ومتداولاً بين الناس؟ كوليس الآن تمنحكم هذه الفرصة وبأسعار مدروسة للغاية. كوليس بالتعاون مع خدمة أوكتوبوس، إعلانك مع كوليس غير. هاي جماعة الحلوة، أنا أصور لكم أجيكم المطعم أول مرة بجي عليه، بس نحن رغودة عن جد بتنقي لنا مطاعم كتير ظريفة. أصور لكم عندهم بوفيه أوكي، خبزة وفخارة اسمه، صاير بسيليكون أويسس. بنصحكم أكل كتير طيب، أنا أكلت بلشت بالأكلات الزيت وخصوصي عاملين اللي كانوا أكلات زيت. حاجيكم صور الأكل معلي. اوكي هاي فريكه، فريكه على الجاج خصوصي مشان مين؟ مشاني انا. اوكي هو بالشكل فعليا لا توقيني بالشكل فعليا كفته هذا كوليس مع بعض المشهد.